سلام حبيبتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نرحب بالمشتركات الجدد، نقول لهم اهلا وسهلا بكم معنا. بلا ما ننسى المشتركات اللي معايا اليوم حبيبتي، راح نشارك معكم وصفة رائعة يعني للوجه، يعني ترطب لكم الوجه تاعكم وتعطيكم نظرة يعني جست بعد ما تخلصوا هذا الماسك يعني ديروه، راح تلاحظوا النظرة في البشرة تاعكم. قبل ما نبدا معكم في المكونات تاع الوصفة هذا تاع الماسك تاعنا، نتمنى منكم خياتي حبوباتي انكم يعني تشاركوا الفيديو مع صديقاتكم يعني باش يستفادوا منه، وقد ما درتوا لي لايكات قد ما يعني راح يشوفوه ناس بزاف ويستفادوا منه. نبدا على بركة الله في المكونات اللي نحتاجوه. المكونات اللي نحتاجوهم في الماسك تاعنا هذا يعني هو ماسك منه مقشر. المكونات اللي نحتاجوهم، نحتاجو فارينة اي الدقيق الابيض، الفرينة اللي نديرو بها نخبزو بها نديرو بها الحلويات، نحتاجو حليب مجفف هاي اللحظة، نحتاجو حمص مطحون، ونحتاجو زبادي ياغورت ناتير. هذو ما المكونات اللي نحتاجوهم. نبداو المكونات، انا راح ندير مغرفة تاع فرينة، مغرفة تاع حليب، مغرفة تاع حمص مطحون. نمزج المكونات مع بعض، نضيف لهم زبادي طبيعي، تقدروا ديروا الماء تاعو هذاك يعني تشوفوا هنا شف تشوفوا الخليطه تاعكم جا شويه ناشف، زيدوا له هذاك الماء اللي يكون في الزبادي. نمزج المكونات كامل مع بعض بهذه الطريقه، نتمنى الصوره تكون واضحه. صدقوني حبوباتي انا هذا الماسك المقشر يعني نروح ونعاود نرجع عليه، يعني ما استغناش عليه باسكو قلت لكم يعطيكم نظره يعني من اول استعمال، ثم تحسوا جاكم مرطوب، تحسوه فيه نظره يعني نظره من عمر البشره تاعكم يعني من اول استعمال. هذا هو الخليط اللي تحصلوا عليه كما راكم تلاحظوا، اتمنى الصوره تكون واضحه، يعني مكوناته بسيطه. الماسك هذا نطبقوه على بشرة تكون نظيفة، وكما قلت لكم اي ماسك نطبقوه للبشرة تاع الوجه ما نساوش نديروه للرقبة، نطبقوه على البشرة تاع الوجه وكذلك الرقبة يعني بهذه الطريقة. كما راكم تلاحظوا نخليوه ينشف يعني مدة نصف ساعة، يعني كي تشوفوا قبل ما ينشف في مدة نصف ساعة هذه كي تشوفوه بدا ينشف يعني باش ديروه مقشر كذلك، يعني كي تشوفوا قريب ينشف اعملوا حركات دائريه بهذه الطريقه يعني البشره تاعكم حركات دائريه، وبعدها خليوه يكمل ينشف برك وتغسلوا البشره تاعكم. هذه الطريقه ديروها حتى كي تشوفوا قريب يعني تفوت تلحق النصف ساعه هذيك، وبعدها عملوا حركات دائريه للبشره تاعكم، وبعدها غسلوا البشره تاعكم بماء فاتر ثم ماء بارد. وبعد ذلك هنا انا راح نوريكم المكعبات الثلجيه، انا هنا بداو يذوبوا باسكو انا جبتهم، راني دوك راح ندير الماسك باش من بعد ندير بهم. انا هذه المكعبات الثلجيه كنت يعني تشاركتهم معكم من قبل، هذو مكعبات تاع الطونر هذاك تاع الليمون والبابونج والمعدنوس، يعني يرجعوا للقناه تلقاوه. انا هنا راني درتو مكعبات ثلجيه يعني دوك بعد ما نغسل ندير به، واللي ما عندهاش هذا الطونر تقدر دير الطونر تاع الارز، انا هنا الماء تاع العارض كذلك راني درتو بمكعبات ثلجيه. واللي ما توفروش عندها هادو تقدر تكوني ماء عادي ولا ماء ورد، يعني تكوني مجمداتو وتمريها على البشره تاعك وبعد ذلك نرطب. انا يعني ماشي اشهار، انا راني نستعمل هذو الايامات راني نستعمل فيها هذه الكريمه المرطبه، يعني عجبتني كنت نستعمل فيها من قبل ومن بعد يعني ما عدتش نستعمل فيها، هذه المره تعاود شريتها يعني عجبتني من لا مارك تاع فيونيس، يعني مانيش نديرها في الاشهار مي عجبتني، يعني ما تجفلكش البشره تاعك، يعني هنا كاتبين لك كريمه مرطبه تجفيف، انا يعني عجبتني يعني كنت نستعملها من قبل ومن بعد خلاص زدت شريتها، ومن بعد خلاص ما زدتش شريتها، هذه المره زدت عاودت شريتها، يعني ننصحكم بها ماشي نديرها في الاشهار، يعني ماشي اشهار هذا، يعني برك عجبتني بغيت نفيكم واش راني ندير انايا. واللي ما عندهاش هذه تقدر دير اي مرطب اللي ما فات تستعملو ولا دير اي زيت اللي ما فات تستعملو، بصح بالنسبه لي يديروا يرطبوا بالزيوت يعني ننصحهم باللي يديروا في الليل زيوت ما يديروهمش في النهار، يحب هذا الزيوت يديروهم في الليل ماشي في النهار.
كما قلت لكم حبيباتي، هذا الماسك طبقوه زوج مرات على ديروه زوج مرات في الاسبوع، راح يعني يعطيكم نتيجة فورية. كما قلت لكم حبيباتي ديروها زوج مرات للبشرة تاعكم. يعني حبيباتي كان هذا هو الفيديو تاعي تاع اليوم، ان شاء الله ينال اعجابكم وتستفادوا منه، وما تنساوش تخليوا لي لايك وتبارطاجيوه مع الاصدقاء تاعكم يعني بس يستفادوا منه. كانت هذه هي الوصفه تاعي تاع اليوم، ان شاء الله تنال اعجابكم. اذا كان ان شاء الله نكون فدتكم ولو بالقليل. شكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.